الخطط موجودة وأنا مسؤول عن كلامي وراح أعطيك حقيقة ثابتة تسجل علي الآن. في عام 2009 مجلس الوزراء كلفنا بلجنة بموجب قرار مجلس الوزراء 81 لسنة 2009 لجنة برئاسة وزارة الزراعة، وأنا كنت وكيل فني للوزارة برئاستي، معايا أستاذ عوني ذياب وزارة الموارد المائية الآن مستشار والبيئة والعلوم والتكنولوجيا وكذلك وزارة الداخلية. شكنا بأنه نباوع مسألة التصحر وكيفية التصدي له في عام 2009. في عام 2009 قرار مجلس الوزراء 272/2009 يعني بنفس السنة أقرت 20 توصية. لو نفذت هذه التوصيات أو جزء من عدها لكان إحنا بخير اليوم من 2009 إلى 2022، فهذه 13 سنة. فالخطط موجودة لكن التنفيذ أخي الفاضل حتى نكون واضحين. لكن ما الذي يحول دون تنفيذ هذه الخطط؟ يعني هناك خاصة من يرى بأنه فات الأوان ربما على الشروع بها بعد هذه السنوات الطويلة. ما يفوت الأوان إذا أكو إرادة سياسية، خلي أقول لك. إذن غياب الإرادة السياسية حالة دون تنفيذها. بالضبط، وطبعاً خلي نكون صريحين، يعني الأمور اللي مر بها البلد من داعش إلى كثير من الأمور هذه مو سهلة على البلد. يعني قطاع الزراعي، قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع الإسكان، كل هذه القطاعات تحتاج. فالمعادلة شوية صعبة، لكن بوجهة نظري الشخصية مو أداة تحيز إلى الزراعة. لو نركز على القطاع الزراعي لكان نقدنا أو ساندنا كثير من الفقرات. يعني 13 سنة دكتور مهدي من وجود خطط تنهض بالقطاع الزراعي ولم تنفذ 13 سنة من التصحر والتصحر من 2009 ولحد الآن. نعم. وتعزو السبب إلى عدم وجود إرادة سياسية وداعش. داعش كان من المناطق الشمالية والغربية، ولكن المناطق الوسطى والجنوبية ما كان داعش. هاي نقطة إرادة سياسية، هذا وضع البلد السياسي. أخي العزيز، يعني شو تتوقع من الإرادة؟ حتى نكون واقعيين، داعش نعم المناطق الغربية صح، لكن العراق الجسد الواحد، الجنوب خد دور انه يتصدى. طب انتهى داعش انتهى مرحلة وجاوزناها. اقول لك حتى احكي عن المنطقية، يعني بواقعية المشكلة كبيرة، ومتفائلين ان شاء الله بالنظر في الخطط والبرامج وتحديثها. طبعا يعني اتفاقية هذه الخطة الاستراتيجية للتصحر أو للنخيل بالتأكيد يراد إعادة النظر بما موجود بها، لكن هي تعتبر خارطة الطريق أنا بوجهة نظري وأدافع عنها لأنه مؤمن بها. طيب دكتور مهدي، خبراء في مجال يعني المياه والزراعة صدفناهم يعني بشكل متكرر في حصاد التغيير، لطالما كانوا يتخوفون من أن يأتي الشتاء القادم ربما جافا في العراق. فهذه الخطط التي تتحدث عنها إذا ما نفذت، هل هي كفيلة بالاستفادة من الشتاء القادم والاستعداد للصيف الذي يأتي بعده؟ أكو نقطتين. النقطة الأولى فيما يخص أزمتنا بالمياه والتغيرات المناخية، قلة إيرادات المائية من دول الجوار، هذه تحتاج أيضا إلى وقفة جادة، وألخصها بكلمتين فقط أو جملة واحدة: نحتاج إلى تقنين وترشيد استخدامات المياه.